أقام المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية في القدس لقاءً للدعوات بعنوان لوين رايحين، وذلك في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيهة التابعة للعاصمة عمان. واشتمل اللقاء على العديد من الفقرات الروحية والترفيهية والرياضية بمشاركة عدد من شبيبة الرعية. وبهذه المناسبة ترأس البطريرك المتقاعد فؤاد طوال القداس الإلهي الذي أقامه المعهد الإكليريكي في ذات الكنيسة. شارك في القداس مسؤول الدعوات الأب خالد جمو وعدد من الآباء الكهنة. انطلاقا من رؤية ورسالة المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية، وامتدادا لجولة الدعوات اللي قمنا فيها كلجنة الدعوات التابعة للبطريركية اللاتينية في شهر تشرين الأول في مدارسنا في الأردن، قمنا بعمل هذا اللقاء اللي بيحمل اسم لوين رايح. والهدف من هذا اللقاء يساعد الشباب اللي شاركوا فيه من خلال عدة نشاطات في هذا اليوم، إنسانية، ترفيهية، روحية، يكتشفوا دعوتهم ورسالتهم اللي الله دعاهم لها. هاي هي الرسالة الأولى والهدف الأول من هذا اللقاء، بغض النظر إذا كانت هي دعوة كهنوتية أو رهبانية أو تأسيس عيلة، فإحنا هدفنا أنه فعلا نساعد هذول الشباب بشتى المجالات حتى يكونوا شباب واعيين لدعوتهم ولرسالتهم.